Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 30 août 2018 sous la présidence de Son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. عقد مجلس وزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رأس الدولة رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء وقد ناقش المجلس 6 مشاريع قانون فيما يتعلق بوزارة المالية والميزانية فإن المجلس قد أجل لوقت لاحق دراسة مشروع المرسوم الخاص بالعقد المتعلق بالسماح لسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد استعمال أملاك الدولة من أجل المصلحة العامة. فيما يتعلق بوزارة الصحة العامة فإن مشروع المرسوم القاضي بتنظيم تجارة الألبان والمواد المغذية للأطفال الرضع من سن 16 وحتى 36 شهرا قد أجل من أجل التنسيق وإعادة النظر. وفيما يتعلق بوزارة البريد والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات والمعلومات فإن المجلس قد درس واعتمد مشروع المرسوم القاضي بتعديل المرسوم الرئاسي رقم 414 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2017 والخاص بتنظيم العمل الإداري بالإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون التشادي. وفيما يتعلق بوزارة المناجم والتنمية الصناعية والتجارية وترقية القطاع الخاص فإن المجلس قد درس واعتمد مشروع المرسوم الرئاسي القاضي بمنح الرخصة لمجموعة بلو أوسيان ويلفيل تشاد وجنرال غاز تشاد إلى جانب مشروع المرسوم الرئاسي الخاص بمنح الرخصة لشركة سوتراتو وهو مشروع استثماري خاص بإنشاء وحدة صناعية البلاد. أما فيما يتعلق بوزارة البيئة والمياه والصيد فإن المجلس قد درس واعتمد مشروع الأمر الذي يخول رئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية كيغالي الذي قدم للاعتماد ببروتوكول مونتريال والخاص بالحفاظ على طبقة الأوزون من المواد التي تؤثر سلبا على المحيط البيئي. De Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Le conseil ordinaire des ministres commencé à 10 h a pris fin à 12 h 2.